يحتوي سوق الزراعة في الزرقاء على مزروعات وبذور وأسمدة بشقيها الكيميائية والطبيعية التي تحتاجها المزروعات لحمايتها من الآفات الضارة. وبسبب قلة الزراعة الخارجية في الزرقاء، فإن المواطنين هناك يلجؤون إلى الزراعة المنزلية، فيتجهون إلى هذا السوق لسد احتياجاتهم. لنتابع التقرير التالي من الزرقاء. تحتل الزراعة شأن كبير في محافظة الزرقاء، إذ يمتلئ سوق الزراعة بالأشجار والنباتات الصيفية والشتوية والبذور وجميع أنواع الأسمدة أيضاً. وفي شهر تشرين الأول يبدأ المزارعون بزراعة الأرض للموسم الشتوي. عم تنقسم عندنا دورة زراعية لدورتين، صيفية وشتوية. طبعاً الصيفية بتبلش نقول من شهر 3 تحديداً 15/3 لنهاية شهر 8 تقريباً. هلأ من 8-9 مندعي المزارعين إنهم يريحوا الأرض شوي عشان نبلش الموسم الجديد اللي هو الشتوي اللي هو بشهر 10. هلأ بشهر 10 بيبلش عندنا زراعة شتوية. طبعاً زراعة شتوية معروفة إيش هي المحاصيل الشتوية، اللي هي الأعشاب بتضم مثلا جرجير، فجل، بقدونس، رشاد، كزبره، سبانخ، سلق، هالاشياء الورقيات، بالاضافه لفول، بازل، لبطاطا، جزر، هالاشياء. هلا في كمان عندنا زراعات داخل البيوت بتنشط اكثر شيء في فصل الشتاء، لانه الناس بطلت تزرع برا البيوت، بتصير تحط نباتات داخليه زينيه مثل الشافلاريا، اليوغا، عبد الوهاب، الكيراتون، سجاد. للمحافظة على المزروعات والنباتات وحمايتها، فهي تحتاج إلى أسمدة طبيعية وأسمدة كيميائية لكي نحميها من الإصابة من الأمراض وتحسين مقاومتها ضد الآفات الضارة. بالشتاء بتقل عملية التثبيت باستخدام المسمدات الكيماوية أو الصناعية. بلجأ معظم المزارعين أو إحنا كمهندسين زراعيين بنوصي إنه إضافة الزبل البلدي، لأنه بيعمل على تدفئة الجذور بالنبات وإشي. طبعاً بشكل طبيعي بتبلش إضافة الزبل البلدي المختبر المعالج عشان يقي من كل الأشياء، الحشرات، الآفات إلى آخره، الأعشاب، بتبلش إضافته من منتصف شهر 11 لأوائل شهر 2. ننصحهم أنهم يوقفوا بعديها، يريحوا شوي عشان يبلشوا يضيفوا الأسمدة الكيماوية. بيحتاج الزرع لأسمدة مركبة وما مركبة وشغلات أدوية للمن وما المن، شغلات كاملة بشكل عام. مع وجود سوق الزراعة إلى أن الزرقاء تفتقر إلى الأراضي الزراعية وإلى المناخ الجيد للزراعة، فمعظم رواد المحلات يبحثون عن النباتات المنزلية والأسمدة الكيميائية والقليل من البذور. إحنا بالنسبة للزرقاء هنا مناخها صغير جدا كزراعي، ما في أراضي، أرض زراعية ما في، هنا شغل بيوت، نباتات زينة، أشجار مثمرة، شغلات خفيفة. حتى بالخضرة أو بالبذور لما بتفكر زرع بأخذ كميات صغيرة، شغل 50 غرام، 100 غرام، يعني كميات محدودة. حتى بالأدوية بالأسمدة كميات محدودة، يعني حتى بتلاقي مثلا كمحل زراعة مثلا بيجيبش 2 طن سماد طول السنة، يعني كسماد اللي هو الانبيكي تركيب الثلاثية 20x20x20 أو يوريا أو أمونيا مثلا أو حديد مثلا. تبقى محافظة الزرقاء تجمع أسواقها في أحضانها لتسهل على سكانها إيجاد أي شيء يحتاجون له، وكذلك تساعد أيضا رواد المحافظات التي من حولها. علا ملحم، برنامج منا وفينا.